نيجي للمرحلة التانية، ما عرفتش أطلع من مرحلة الإحباط. تعالوا هناك خاطب النساء بقى، أنا ما عرفتش أطلع من مرحلة الإحباط وشكرا بقى، شكرا. أنا الإحباط عندي واصل لآخره، والإحباط عندي واصل لدرجة كذا، فاكتئبت. حريم بقى، حريم أصلا الكيرف عامل طالع نازل طالع نازل. لسه شايفة فيديو البنوتة بتعيط، بعدين بابا بيقول له حالة لبست خلاجاتها قعدت مش عارفة تعمل له إيه، وبعدين سكت فعيطت وهكذا. يعني الحمد لله علينا، إحنا ما بين كيرف الضحك والحزن طالعين نازلين. طيب عايزة أقول لكم لما تكتئب المرأة. طيب نكلم البنات المرة دي بقى، البنات إحنا بدأنا بالصفيانة أهو، خلينا في البنات. أشرب وأكلمكم. لما تكتئب المرأة، تعالوا البنت، البنت لما تكتئب تكتئب ليه؟ ما فيش حد في البيت فاهمها، أمها من العصر الحجري وأبوها من العصر الفرعوني باين مثلا، ولا مثلا ما قبل العصر الحجري. صحباتها ملهاش صحبات، أو صحباتها بيفهموها غلط، أو مش لاقية نفسها، أو ما فيش هدف وشغف هي بتعمله، بعيدة عن ربنا سبحانه وتعالى. وده أمر، بصوا بقى عشان لو طلع أي حد يقول لا ساعات، بصوا يقول لك ايه، اصله بيصلي وبيصوم وبيقرا قران. في حاله مرضيات، يعني في حالات مرضيه، لكن بصلي وبصوم وبقرا قران، لكن فين الروح؟ فين الروح؟ بدون روح. طب ايه فرحتي انا قاعد صايم كذا وكذا؟ لو فين تدبر معاني القران؟ فده سبب ولا انكره ولا اصدق اي حد يقول خلاف كده. في حالات مرضيه بيغيب عنها العقل فترات وفترات، ساعتها نقول لا نروحوا علاج النفسي وخدوا دواء وده وكذا وكذا. لكن طول ما انا عقلي حاضر ومش فاهم معنى الله القائم القيوم، اسم الله القيوم، الرب القائم على نفسي والقيوم على امور عبادي، القائم على امور عبادي، القيوم على نفسي والقائم على امور عبادي، ما اناش فاهم، مش فاهم الصمد يعني ايه، مش فاهم. بقرا وبعمل وكذا بس مش واصل لقلبي طبعا، فبتحس انها لوحدها، فتحبط تكتئب. اطلع من الدنيا دي ازاي؟ لازم نطلع منها، لازم نطلع منها، واقول لكم ازاي. طب ده البنات. طب الزوجات تقول لك الزوج ولا بسمع عنه حاجه، بيقعد ل 24 ساعه ولا بيكلمها، بيتجنب اصلا يبص في وشها، بتقول لك اصلا ما برضاش يبص في وشي ولا يوجه لها كلام، ونقد مستمر، نقد مستمر، وما هوش موجود ولا انا. يا جماعه تعالوا هنا مخاطب الزوج، الزوج او الاب اللي مش موجود، يقول لك مش موجود يعني مسافر، لا 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 لا، هو في البيت بس مش معيشها، مش مديها الحاجتين اللي هي محتاجاهم، والمراه يسمعها كلام حلو وتشوف في عينه ان هي واحده ست، مفيش الكلام ده، مفيش، خلاص ما في البيت مرزوعه، ما مش عارفه ايه ولا في ايه ولا في ايه ولا القصص دي، مش عامل لها قيمه في البيت. والقيمه مش معنى ان يعديها ان هي تؤمر وتنهي، لا لا لا، القيمه انها تحس انها ست في مملكه زوجها، ملكه، ملكه متوجه كده، ملكه متوجه، صح يا شيشو؟ بقول لك لو كان في البيت قاعد 24 ساعه الموبايل ما بيسيبوش، يعني لو بره البيت وهو بره ما بيتكلمش ولا بيتواصل ولا الكلام ده، وجوه البيت قاعد على الموبايل. تعالى اما خاطب الرجاله والازواج، يا ابني لازم يكون لك روح ودور وحضور في بيتك، روح ودور ودور، والدور ده هقوله لك دلوقتي، وحضور في بيتك. لازم تعمل بصمات مع اولادك، لازم اولادك يحسوا ان ابونا موجود، وتعمل بصمات فرح، لعب، هزار، ضحك، ذكريات مع اولادك ومع زوجتك، مش بس والزوجه كمان، يحسوا ان ابونا موجود، احنا فرحانين بوجوده، مش احنا زعلانين ومش عايزين يبقى موجود. احكي لكم موقف مضحك جدا جدا مع زوجي والاولاد، ان شاء الله بيعمل لنا بصمات، مش عايز اقول لكم البصمات بقى. طبعا يعني مش عايزه اقول لكم قواعد النحو، يعني اما يحب يعمل بصمه نفتكرها يدينا قاعده من قواعد النحو، وايه بقى ويلحنها لنا ويغنيها لنا والكلام ده. قول يا رب طب يعني مفيش اي على الاكل، عايزه اقول لكم طب مفيش اي مخرج خلاف قاعده النحو، يعني مش مهم، مش مهم، المهم ان يبقى فيه بصمه موجوده، ما يبقاش دايما غم ونكد. احنا فاكرين خمس او قلنا خمس او ست حاجات لمدمرات العلاقه خصوصا عند المراه، يعني تدمر فعلا حالتها المزاجيه وحالتها القلبيه والعاطفيه في قلب منظومه الزواج. وركزوا معايا في الكلام ده، انانيه،
انانيه، يبقى الزوج اناني جدا، مش هو نفسه ونفس مصلحته وحاله ونومته واكله بتاعه، ماليش دعوه بالبنت التاني، انانيه يدمر الزواج. حساسيه مفرطه، انت ايه وكان قصدك ايه وبتقولي ايه، ده طبعا عنده مهزوز الثقه ومهزوز الثقه في نفسه ونظرته لنفسه، او غيره زائده بدون وجه حق، او كثره اللوم والنقد ويبقى بقى حياتنا يعني سواد السواد، لوم 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 لوم، نقد 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 نقد، او حب التملك هو كده، واذا كان عاجبكم يعني هو كده، انا ولن يعني اتنازل عن هذا الامر. والزوج اللي بيبقى بالشكل ده مش بيدمر زواجه بس، بيدمر قلب زوجته، ترجع تاني، الله اعلم. هو اللي بيتدمر بيرجع، هو اللي بيتدمر بيرجع. طب اطلع ازاي من الحاله دي؟ انت الاستعانه بالله سبحانه وتعالى اولا واخر، محدش نافعك يا بنتي، محدش نافعك، انا بقول لك اهو، لا زوج ولا عيال ولا دنيا، صحتك والمحافظه عليها لنفسك ولدينك والربك والعباداتك والاولادك والبيتك ولزوجك طبعا. نحو يا اسماء، اسماء الناوي، نحو حبيبتي، تحب النحو؟ ماشي يا اسماء. فطبعا كون ان 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 انك اوصل للمرحله دي رقم واحد استعيني بالله. رقم اتنين، هو في حد يستحق ان انا اخسر صحتي عشان؟ طيب الحاجات اللي بتسبب لي الامر ده ينفع ادفع الضرر وامنعها؟ اه، واحنا اتكلمنا كتير جدا في كل سبب مسببات الخمسه او السته اللي انا قلناها، انانيه، حب تملك، نقد ولوم مستمر، حساسيه مفرطه رهيبه، قصره إيه، عارفين بقى اللي هو يقول لك ايه، لا هو انا رايي والاخرين لا، واذا كان عاجبكم كارثه. طب كل حاجه من دول لها حل، ورجعوا للحلقات.